شركة ألبا تقوم بإنتاج المادة الخامة من الحرير كما تشوفوا هوني لي كوكون دو سوا بتحويلها بطريقة 100% طبيعية وإيكولوجية ونقوم بصنع دي بصنع دو من من مادة اللي احنا ابتكرناها وطورناها لمدة أكثر من عامين. هذا الحرير بعد ما قام دو قام دولة الحرير بإنتاجه، دونك الحرير تقوم بإنتاج ما بين كيلومتر ونص لزوز كيلومتر من الخيط في شرنقة واحدة، وتقوم بتحويل نفسها إلى كون نسميه كريزاليد، اللي هي أون فورم دو اللي تحضر روحها للدورمانس باش تتحول من بعد إلى فراشة هذوما لي كوكون دودة الحرير شرنا نقوم على الحرير في ما نخرجوا من الخيط نحن في شركة ألبا طورنا طريقة جديدة لتحويلها قمنا بتحويلها لماتير جديدة سميناها اون دونتيل دو سوا ارتيزانال 100% مخدومة باليد <سؤال> طورنا دي موديل دو مثلا لي زاباجور هذوما هما دي مخدومين بالحرير طريقة ايكولوجية طبيعية دونك لو فيت <applause> اللي انت تصنع من نوبل بعد القوه في المشروع خاصه الباء هوني انه لو بروسيس دو ترانسفورماسيون اول حاجه غير مضر بالطبيعه ايكولوجي 100% خاطر باش تخرج الخيط من كوكون كيما هكا لازمك اون اندستري اول حاجه تستهلك برشا طاقه تلوث الطبيعه وتمر على الاقل باربعه الى خمسه بلدان مختلفه حتى تخلط لوتيساج دو